سيد عصام من حيفا، نحن بحاجة إلى التفسير منك حقيقة الأمر. يعني ربينا على أن إسرائيل تأمر وتجيب الإدارة الأمريكية، هل بالفعل نحن أمام حالة من حالات النوادر يعني السياسية ما بين الطرفين؟ مساء الخير. أولا أنا أعتقد أن من الضروري أن نضع الأمور في مبناها الصحيح. تفضل. الحقيقة أن إسرائيل هي التي تخدم المشاريع الأمريكية في المنطقة، وهذا هو الأمر المميز. هذه التبعية، هذا الدور الوظيفي لإسرائيل تاريخيا. يعني حتى أستطيع أن أقول أنه منذ وعد بلفور قامت، أو فكرة إقامة دولة إسرائيل أو وطن قومي لليهود في فلسطين عرف كموقع متقدم للإمبريالية البريطانية في حينه، هكذا كانت التوقعات. نعم. وأنا أعتقد أنه بعد الحرب العالمية الثانية حلت الولايات المتحدة الأمريكية مكان بريطانيا في موقع قيادة القوى الإمبريالية العالمية، وإسرائيل استمرت في لعب نفس الدور في خدمة المشاريع الأمريكية وليس العكس. ولذلك يعني هذا هو جوهر الأمر. الأمر الثاني الذي يجب أن نراه أنه هناك يحدث تغيير ليس فقط في إسرائيل، يحدث تغيير في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لاحظت منذ 10 سنوات أن الظاهرة الأساسية التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات التي أوصلت ترامب إلى الحكم ظاهرتان، ظاهرة ترامب من جهة وظاهرة ساندرز من الجهة الأخرى. وأنا أعتقد أن هذا أخل في رتابة السياسة الأمريكية وخلط بعض الأوراق، ونحن نشهد يعني نتائجها بالشكل الذي تسأل عنه، مع أنني أتفق أنه في القضايا الاستراتيجية لا زالت إسرائيل الابن المدلل للحزبين الديمقراطي والجمهوري سواء بسواء، ولكن ليس بالضرورة أن يستمر هذا الوضع هكذا. أنا أعتقد أن هناك اختراق شعبي بالأساس في الموقف من إسرائيل، والسؤال يعني الأساسي ليس لماذا تسمع أصوات تحاول أن توقف هذا المد المبالغ به من نعم. دعم السياسات الإسرائيلية، وإنما كيف استمر كل هذه السنين من دون أن يسمع الصوت الذي يحذر طيب، من تبعية أو من تبني الولايات المتحدة لعدوانية إسرائيل. اسمح لي سيد عصام في عجالة لو أمكنك، ما الذي تعنيه باختراق شعبي؟ أنا أعتقد أن ظاهرة ساندرز هي ليست ظاهرة عابرة، وأنا أعتقد أن التأييد الواسع الذي نسبيا الذي صعد إلى السطح في الانتخابات، ليست هذه الانتخابات التي أوصلت ترامب إلى الحكم، هي ظاهرة تقول إنه على المستوى الشعبي الأمريكي ليست الصورة رتيبة كما يحدث بين حزبين ديمقراطي وجمهوري كلاهما يؤيد إسرائيل. أنا أعتقد أن الشعب الأمريكي بدأ يرى التناقض بين مصالحه الحقيقية وبين أخلاقياته وبين الدعم غير المحدود لإسرائيل وسياساتها واحتلالها واستيطانها وقمعها للشعب الفلسطيني طيب، ودورها العدواني في المنطقة.